اللي في الصورة ده اسمه فراس نبيل زكي، أردني الجنسية، ارتكب أصعب جريمة على أرض مصر وبالتحديد في الغردقة، وقدر يخفي جريمته لمدة سنتين، والصدفة بس هي اللي كشفته. 2009 رجل الأعمال الأردني فراس نبيل زكي يقرر أنه يستقر في مصر واختار الغردقة تكون مقر لشغله، وفتح أكتر من مشروع لكنه فشل، لحد ما قرر يفتح نادي صحي صيني اسمه نادي المساج الصيني. فراس اتجوز من واحدة صينية مقيمة في الغردقة علشان هي تدير النادي الصحي، وفضل لمدة سنتين شغال عادي، وكان في بنات كتير بتطلب تشتغل عنده، وده لأنه في فترة قليلة قدر يحقق نجاح كبير لاسم النادي الصحي الصيني، لحد ما اتعرف على ياسمين فوزي منصور. 2011 ودي كانت بداية التعارف بين فراس وياسمين، وكانت بالصدفة. فراس كان قاعد على كافيه بعد ما خلص الشغل وقابل واحدة صاحبته وكان معاها ياسمين، وياسمين في الوقت ده كان عندها 19 سنة، بنت جميلة ولفتت انتباه فراس، وفي الوقت ده فراس قرر انهم يبقوا صحاب. بدأت علاقة تعارف قوية تحصل بينهم، وبعد شوية فراس قرر انه هيتجوز ياسمين ويقابل اهلها المقيمين في الغردقة، والدتها وزوج والدتها واربع اخواتها. بس لان اهل ياسمين كانوا عارفين ان فراس رجل اعمال، وان ياسمين كانت مفهماهم ان عنده استثمارات كتير، فطلبوا منه ان يمضي على قايمة قيمتها 1,000,000 جنيه، وفراس وافق على الشرط ده. في الوقت ده النادي الصحي بتاع فراس كان شغال كويس جدا، وزوجته الصينية هي اللي كانت بتديره، وما كانش عندها اي فكرة ان فراس عنده النية انه يتجوز تاني. وفراس كان متعود انه يأجر شقق سكنية كتير في الغردقة، وده لانه كان بيفتح مشروع تجارية كتيرة، او انه يستخدمها كسكن للمغتربين اللي شغالين عنده في النادي الصحي. وفي بداية سنة 2012 فراس خطب ياسمين، وبعد الخطوبة حصلت شوية مشاكل، كان اهمها ان فراس بيقول انه عرف ان ياسمين بتتعاطى المخدرات، وده بعد ما خطبها، وفراس طلب منها انها تبطل شرب مخدرات بعد الجواز، وهي وعدته انها هتحاول تعمل كده. بعد الجواز وبعد ما فراس مضى على القايمة 1,000,000 جنيه، بدأت العلاقة بين فراس وياسمين تتغير، وبدأت الخناقات بينهم تكبر. وبعد 3 شهور من الجواز بدأت الخلافات بين فراس وياسمين تكبر أكتر، وفراس كان بيوصف ياسمين في الوقت ده إنها بتتعاطى مخدرات كتير جدا، وقاعدة بشكل دايم في البيت، ما بتنزلش خالص، وحتى النادي الصحي ما بتفكرش تروحه علشان تشتغل هناك. وفراس كان واخد شقة إيجار في منطقة بعيدة شوية عن النادي الصحي علشان يتجوز فيها ياسمين. وبعد ما الخناقات بين كتر، فراس طلب منها انهم يسيبوا الشقة دي ويروحوا يسكنوا في شقة تانية ايجار برضو جنب النادي الصحي. وفي نفس الوقت ده ياسمين كانت برضو بتشرب مخدرات، لكن في السر من غير ما فراس يعرف، زي ما هو بيقول. والحقيقة ان فراس في الوقت ده بدأ يفكر ان هو ينفصل من ياسمين، لكن لما عرض عليها الموضوع ياسمين طلبت منه ان هو يدفع لها 1,000,000 جنيه اللي مضى عليها على القايمة. ومن اللحظة دي فراس بدأ يفكر ازاي خلص من ياسمين، والشيطان كان بيساعده في كل خطوة. وفراس بدأ يفكر ويقرر وينفذ. أول حاجة عملها إنه قفل النادي الصحي على اعتبار إنه ما بيكسبش وإنه مش شغال كويس، لكنه طلب من صاحب العقار، لأن النادي الصحي ده كان إيجار، إنه يفضل مستمر في الإيجار وإنه يحافظ على المعدات، وإنه يأجر كمان شقة صغيرة جنب النادي الصحي على اعتبار إنه ممكن يرجع يفتح المشروع مرة تانية. وفي نفس الوقت ده فراس فاهم ياسمين ان حالته المادية بدأت تتعثر شوية، وانه مضطر يسيب الشقة اللي هم عايشين فيها وينتقلوا ويعيشوا جوه النادي الصحي، وده لان النادي الصحي كان مجهز ان ممكن حد يعيش فيه. وفي نفس التوقيت الشقة التانية الصغيرة اللي جنب النادي الصحي كان مفهم كل الناس انها مجرد مخزن بيحافظ فيه على المعدات بتاعته. وفي يوم من نفس السنة 2012 فراس كان في زيارة لمراته الاولى الصينية، وكان معاه ابن اللي مخلفه منها، وهو قاعد معاهم كان دماغه كلها بتفكر ازاي يتخلص من ياسمين. وبعد ما خلص قعدته معاها طلع الساعة 2 بالليل على النادي الصحي اللي هو في الوقت ده يعتبر البيت الخاص بتاع ياسمين وفراس. واول ما دخل فراس البيت اكتشف ان ياسمين كانت بتشرب مخدرات، ولكن بكمية كبيرة. اتخانق معاها خناقة كبيرة، فهي طلبت منه الطلاق بس بشرط ان يدفع لها 1,000,000 جنيه الاول. فراس لحد الوقت ده ما كانش مقرر هو
هيعمل ايه بالظبط. فسابها ودخل نام، والساعة 8 الصبح صحي من النوم قلقان على اصوات في الشقة. فاكتشف ان ياسمين بتلم هدومها كلها وبتاخد مفتاح الشقة علشان تمشي، وفي اللحظة دي فراس قرر انه يتخلص منها. ركز بقى في التفاصيل اللي جاية دي لانه كلام تاني خالص. اول حاجة عملها فراس انه خنق ياسمين لحد ما ماتت، وفضل قاعد جنبها وهي ميتة لمدة ساعتين يرتب هيعمل ايه. سطوح العمارة اللي كانوا قاعدين فيها كان فيها بقايا اعمال انشاء، كان فيها اسمنت وطوب وبراميل من المعدن. اخد برميل ومجموعة من الاكياس البلاستيك وشوية طوب وشوية اسمنت ونزل بيهم على الشقة، حط جثة ياسمين جوه البرميل، وبعدها دخل الحمام وخلط الاسمنت كويس جدا، وبدأ يحط على جثة ياسمين مجموعة من الاكياس البلاستيك وحط جنبها مجموعة من الطوب الاحمر، وبعد كده حط فوقيها الاسمنت، وبعدها نقل البرميل على الشقة التانية الصغيرة اللي كان عاملها مخزن، وفتح الحمام وحط البرميل جوه وقفل الباب ونزل، وراح على شغله عادي وقضى يومه بشكل طبيعي. وبعد كام ساعة رجع تاني على البيت، بس قرر ان يدخل الشقة الاول علشان يطمن. فاكتشف ان ارض الحمام مليانة دم من جثة ياسمين، فقرر ان هو هينظف الدم ده، فاشترى مجموعة من المنظفات والمعطرات ومسح ارض الحمام تماما وقفل الباب. وتاني يوم الصبح اشترى مجموعة كبيرة من السيليكون وبدأ يقفل البرميل من فوق ومن تحت بالسيليكون علشان ما يطلعلوش اي ريحة، وبعدها قفل باب الحمام وغطاه من تحت ومن فوق بالسيليكون علشان الريحة ما تطلعش بره، وبعدها قفل باب الشقة وعمل نفس الحركة، قفل بالسيليكون من تحت ومن فوق علشان الريحة ما تطلعش خالص. وبعدها نزل من البيت وراح على اسم الشرطة وعمل بلاغ باختفاء ياسمين، وقال في البلاغ انه حصلت خناقة بينهم وانها لمت هدومها ومشيت وهو مش عارف هي راحت فين. وبعدها اتصل باهل ياسمين وبلغهم انها اختفت وملهاش وجود خالص. اهل ياسمين في البداية ما شكوش لحظة في فراس لانه شخص مستحيل يطلع منه كده، فصدقوه، وهو كمان قعد يدور على ياسمين معاهم. ويمر سنتين على اختفاء ياسمين، وفي نفس الوقت ده فراس عايش عادي، بيروح شغله وبيسافر وبيرجع وبيتصرف طبيعي، واهله كانوا بيبلغوه كل شوية ان هم رايحين على مكان علشان يدوروا على ياسمين، وكان بيروح معاهم في كل الاماكن، وزار معاهم مجموعة كبيرة من المحافظات والبلدان منها شرم الشيخ واسكندرية والمنصورة، وكان كل شوية يبلغ اهل ياسمين ان في حد اتصل بيه وقال له انه شاف ياسمين في المكان الفلاني، فكان بياخد اهل ياسمين ويطلع معاهم علشان يدوروا عليها. وفي نفس التوقيت ده والدة ياسمين جالها شك في ان فراس عمل حاجة في بنتها، فلما قالت له الكلام ده زعل منها جدا وقعد يعاتبها كتير جدا انها ازاي تشك فيه كده، لدرجة انها اعتذرت له جامد جدا عن اللي هي قالته له. وبعد ما مر سنتين كاملين حارس العمارة عمل بلاغ للشرطة قال لهم ان في رائحة كريهة منبعثة من الشقة المقفولة بتاعت فراس، فالشرطة اتحركت على الشقة دي بناء على البلاغ اللي اتعمل، واول ما وصلوا شموا ريحة كريهة جدا، ولما حاولوا يفتحوا باب الشقة اكتشفوا ان الباب مقفول من تحت ومن فوق بالسيليكون. فبعد ما شالوا اثار السيليكون وفتحوا الباب اكتشفوا ان الريحة اللي جوه اضعاف الريحة اللي خارجة للناس بره بكتير، وبعدين اتجهوا على الحمام لان الريحة كانت طالعة منه بقوة، فاكتشفوا برضو ان باب الحمام مقفول بالسيليكون. وبعد ما شالوا السيليكون ودخلوا الحمام اكتشفوا برميل معدني موجود في وسط الحمام، ولقوا جواه جثة متعفنة وبجانب البرميل حذاء قديم باين عليه اثار الزمن. الشرطة سألت عن مستأجر الشقة فعرفوا ان هو فراس نبيل زكي، فتم القبض عليه، واكتشفوا ان هو عامل بلاغ بتغيب زوجته ياسمين فوزي منصور من سنتين. تم ارسال بقايا الجثة المتعفنة للطب الشرعي اللي اثبت ان الجثة دي تخص ياسمين، وبعد مواجهة فراس بكل الدلائل اعترف بكل التفاصيل اللي عملها، وده كان في وسط صدمة كبيرة من كل الناس اللي ساكنين حوالين فراس لانه كان بيدور معاهم على ياسمين بكل قلق واهتمام، لدرجة ان اهل ياسمين في الاول ما كانوش مصدقين ان فراس هو اللي عمل كده في بنتهم، كان بيلف معاهم في كل حتة. وطبعا التحقيقات اثبتت ان فراس عمل كده علشان يتخلص من المليون جنيه اللي كان ماضي عليها، خسر نفسه وخسر كل حاجة حواليه،
والحقيقة ان فراس ده نموذج قذر للإنسان لما الشيطان يأثر على تفكيره. سلام عليكم.